أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل في قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك؟ بلا شك هي براءة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه البراءة براءة صريحة. نعم. ليس معنى هذه السورة ما يظن بعض العوام أو دعاة الضلال، المعنى التراضي بيننا وبينهم، وكل على دينه، كل على ما يعتقد ويقتنع به كذا يقولون. هذا باطل. السورة معناها البراءة الواضحة من دين المشركين، وهم معناها التراضي بيننا وبينهم، وكل يبقى على دينه وعقيدته واقتناعه كما يقولون. نعم.